طارق، يمكن الشيء اللي بدي اقول لك اياه ما لازم ينقال، بس انا من واجبي اني اقول لك اياه. شوفي طارق، انت بتعرف قديش بحبها لسهر انا. مشان هيك في موضوع كثير مهم انا لازم اقول لك عليه، من واجبي اني اقوله. خلصيني يارا. شوفي مشان شغله مع رؤوف، نحن عم نكتشف يوم ورا يوم انه رؤوف واحد خطير، شخص مؤذي، شخص حشرة. رؤوف هو اللي أذى بابا، هو اللي ضيع له عمره. شو الحكي هون؟ اللي هو مو بيكون جوز؟ بيكون جوز عمتي وجوز أمي. شوف على هالبيعة بقى، هي قصة طويلة ويمكن أنت صرت بتعرف جزء كبير منها. هلأ المهم أنت لازم تنبهها لسهر. أنا خايفة إذا عرف إنه هي على علاقة فينا يقوم يأذيها. يارا الحكي اللي عم تقوليه كتير خطير. أنا ما بعرف بالضبط أنت قديه متأكدة من هالشي. مثل ما أنا متأكدة إنك مقدر الدوافع اللي مخليتني أحكي معك بهالموضوع. أنت تعبانة يارا، ليه نزلتي؟ خلصنا بقى كلها شوية ترشح، ولا أنت بدك إياها من الله لحتى تفركها؟ يا ستي الله يسامحك. وعلى كل حال سلامتك. طيب حنان، خليني بسط لك القصة. انتو جماعة فوق، نحن جماعة تحت، في بيناتنا خط. يعني انتو النزلة من عندكم كتير سهلة، بينقال عنا بعدين تسلاية، خبرة، غلطة. اما بالنسبة إلنا شو؟ طلعي فيني، انا واحد مثل حكايتي فينه يطلع لفوق؟ اقسم بربي بتنكسر رقبتي. سلاية؟ لك مصطفى، أنا أكيد إني ما عم بتسلى، وبظن إنه الصداقة أهم شوي من التسلاية. ما أهم، أنا كل اللي كان بدي أوضح لك إياه هو إنه أنت صديق، وإنه علاقتي فيك هي ما لها مجرد مصلحة وبس. بس واضح إنه فكرتي ما وصلتك أبدا. لا بلا، وصلت، وصلت كتير منيح كمان. Thank you.
كيف صرتي؟ الحمد لله أحسن. والله ما في داعي تعزبي حالك. شو ما في داعي؟ حرارتك مرتفعة. لا تنقزي الباردة شوي. شو تفتقت مخيلتك هالمرة؟ شوفت عينك بهالوراق. شو صاير لك انت يا زلمة؟ ليش هيك طاحش طاحش؟ بشو؟ شو بشو؟ ليش كل هاد مستعجل على الشغل؟ مضطر يا صاحبي، مضطر. بدي خليه يعرف هو وكل اللي حواليه اني بقدر اوقف على رجلي ولحالي. لك على راسي بس لا كثير تستعجل مشان ما تندم، بعدين بدك تخليه يعرف هو واللي حواليه. أنا شو دخلني تشغلني معك لهالشغل؟ لحظة. أي أمي. أي حبيبتي عند سامر أنا. خير شو في؟ آه بس هيك؟ فكرت صاير شيء أمي، كله ارتفاع حرارة، طولي بالك ليش ضايجة؟ قلتي لخاله؟ ما في داعي تقولي له يعني. أي مو محرز القصة. خلص، والله لأجيب دواء إجي. خلص أمي والله رح إجي شبك. يلا سلام باي. خلصوني منك. خير شو في؟ كمان في شيء، ما بتعرف خالتك شلون ملهوجه لهوجه. يا را مرتفعه حرارتها، حسستني كانه اخذت على العنايه المشدده. لسه هلا اجيت. والله بتفضحني امي اذا ما اخذت الدواء. بعدين من بكره الصبح ننزل على البنك لا تنسى. سلام. الله معك. مو معقول اللي صار. رؤوف قدر يحولي من انسان عم يبحث عن حقيقه لقاتل لمجرم. انت شرعا وقانونا كنت بوضعيه الدفاع عن النفس. لا دفاع عن النفس، انا قتلت الزلمه. هدي وروق، تخيل حالك محله، يعني انت المقتول. ومن البدايه انا قلت لك هاي اللعبه ما بنعرف لوين رايحه. هاي ما انا لعبه، هذا حساب قديم نضال، قديم كثير، ودفعت من حياتي كل شيء، دفعت 20 سنه حبس، ماني مستعد اسدد اكثر. مو قلنا انه الجهات الامنيه لازم يكون عندها علم بكل شيء وانت ما رضيت؟ ليك هلا ما فينا نساوي شيء، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. شو هاد؟ هذا التليفون. وينك يا حيوان؟ وينك؟ سمعت الصوت؟ كان صوت رؤوف. معناته تخمينك بمحله. مو تخمين، انا متاكد. نضال الله يخليك، اي سيرة ما تجيبها لحدا ابدا. لا تاكل هم. اهلين حجي. اهلين. طمني كيف صرت؟ رواق عال العون، شلون شايفه؟ معلش حجي مشاني، طول بالك عليه، شب وطايش. خلص نوم، ما بتسمع باسمه؟ مالي طايع سيرته. أمرك. Thank you.
قومي حبيبتي، قومي نامي بغرفة النوم، قومي. داخلي من الغرفة عمي. أهلين أخي. خير خير خير، شو في؟ والله حرارتها مرتفعة. شو هالحكي؟ سلامتك بابا. في سخونة. أخذك على الدكتور؟ ما في داعي بابا. لا لا لا، لازم أخذك على المستشفى، قومي بابا. شلون ما في داعي؟ مرتفع حرارته وما عم تسمع الكلمة. أخذتي دواء؟ دواء خافت حرارة. ريتني أنا ولا أنت يا حبيبتي. لهيبة الشهر. مرحبا خالو. أهلين أهلين. شايف بنتك شو عم تعذبنا؟ بسيطة بسيطة. بابا فوتي نامي شوى. فوتي أذفالك الله يخليك يا رب. يلا خدوها خدوها لشوى. يلا خدوها. أنا تعبان. سلامتك. تعبان كثير. خدوها. يلا يلا. قومي حاج دلال قومي. شلحك كل شيء وانت عم تتفرج، ربح عليك بالماضي وربح عليك هلا، بس هلا مو بشطرته، مو بشطرته بنور، الوقت انتهى يا عمر. اطلعوا برا. بس خليني اطمن عليك. انت اللي زعلت علي برا.